خرابي يا خرابي على بجراننا يا خرابي. البيت ما عادش فيه جنيه يوحد ربنا. يا ام اللي انا فيه. ابوكي الندل ما صدق يعمل غضبان عشان ما يصرفش عليكم. قاعد في حضن مراته اللي ما تستماش. وانت يا شهر لا منك ولا كفايه شرك، مش فالح بس غير في المخدرات والزفت اللي انت بتبلبعه ليل ونهار. ما كفايه انواح بقى يا اوليه، هو انت ما قدرتيش على جوزك هتقدري عليا انا؟ يا خرابي يا خرابي على اللي احنا فيه يا خرابي. خلاص بقى ياما. اكيد ابويا مش هيسيبنا كده. الورد وليد مش هيهون عليه. لا يا اختي هتهوني عليه، لان ابوكي خلاص مركز مع المدام الجديده اللي كانت عقله حطت ايديها في جيبه وهتلطش اللي وراه واللي قدامه. يبقى اتصرف انت يا بقى، ولا سيب اخواتك البنات يطلعوا يسرحوا عشان ياكلوك. بقولك ايه يا بت نهى، انت معاكي رصيد في التليفون قد ايه؟ يا دوب 2 جنيه. حلو، طب اتصلي بابوكي قولي له امي تعبانه وبتموت وساعتها هيجي غصب عنه لحد ما اشوف صرفه في المصيبه السوداء اللي حطينا فيها جوزك يا نسيمه. انا برضو مش مصدقه، امال هي ليه كانت قاعده بتعيط ومنهاره كده؟ لا لا، انا ما طلبتش من الشاهد عشان اتجوز من الشاهد تاني، ما تعملي زي بطني بتتقطع، سكاكين في بطني، مش قادرة، بموت يا عباس، بموت. جدتي بتنشر عليا وبردانة. سيب العيال دي. زوري زوري في بس يا بسيمة، هو لسه في زورك يا اختي، من ساعة ما انت قاعدة وانت عمالة بتشتكي بكل حتة في جسمك. بسيمة يا غالي قولي لي بس انت تعبانة من ايه؟ بردانة. انتك اتصلت عليا وقالت لي انك بتموتي، بس يا اختي بسم الله ما شاء الله من ساعة ما جيت ولقيتك زي الفل. عارفة يا بسيمة كل ما بتعي بتحلو يا اختي. يا راجل ده انا وقعت من طولي وكنت هروح فيها، يعني همثل عليك. بقيت قاسي عليا. انا لا قاسي ولا نسناسي يا غالية. خلاص انا عرفت انت تعبانة من ايه وعايزة ايه. بردانة. انا هخففك. بردانة. اسكتي. اسكتي بقى يا ساتر عليكي. واحد اثنين ثلاثة أربعة تسعة، لا تسعة كتير، هم بس كفاية. أيوه حلو أوي دول، حلو أوي دول هيخففوا زي الفل. امسكي تاخدي دول وتديهم لابنك يروح معاكي لأي دكتور، أي دكتور يكشف عليكي. خدي الواد ابن الكلب ما شفتوش من ساعة ما جيت يعني. أنت يا ربيع زفت أنت وأمك يا ولاد الكلب.